السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج أجي تعرف على شعب المعلوميات بالمغرب. وإن شاء الله بإذن الله اليوم غادي نشوفوا شعبة مميزة. دونك هاد الشعبة هذه سميتها إيزيل انجينيوري دي سيستم انفورماتيك اي لوجيسيل. هاد الشعبة هذه هي عبارة عن ليسونس بروفيسيونيل، دونك هي فيليير ديال ليسونس بروفيسيونيل اون انفورماتيك تو سامبلومون كاينه في لو اس تي ديال الصويره. دونك هاد الشعبه هادي غادي نتعرفوا عليها ونتعرفوا على المميزات ديالها وغادي نتعرفوا كيفاش طريقه الولوج اليها. دونك كيف قلنا شعبه انجينيوري دي سيستم انفورماتيك اي لوجيسيل كاينه في لو اس تي الصويره. دونك هاد الشعبه هادي عباره عن كتمنح لك شهادة الإجازة المهنية. دونك كيفاش الولوج إليها؟ الولوج إليها يتم عبر انتقاء أولي ومباراة. الانتقاء أولي كيتبازا على حسب المعدل ديال كل طالب. دونك شكون هما الناس اللي كيقدروا يولجوا لهاد الشعبة هادي؟ تو سامبلومون الناس اللي كيقدروا يولجوا ليها هما الناس ديال دي تي انفورماتيك، ناس ديال البي تي اس، والناس ديال ليستيا او بيان او في بي بي تي. دونك تو سامبلومون هادو هما الشعب اللي كتمحور عليهم لا فيليير وكيقدروا يولجوا اليها، ولكن خاص النقط يكونوا عاليه بطبيعه الحال بالنسبه للشعب ديال البي تي اس والشعب ديال ليستيا. اما بالنسبه للشعب ديال دي تي على الاقل خاصها تكون عندك 12 او بيان 13. دونك كيف كتعرفوا ان الكونكور هو المرحله الاساسيه، المرحله الانتقائيه كتبقى مرحله اوليه ولكن الكونكور كيبقى مرحله اساسيه. الكونكور ديالها شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه 3 زيليمو، كيكون فيه لي مات غالبا يتمحور الكونكور حول لالجبر لينيير، يعني غادي يكون فيه لي ماتريس وغادي يكون فيه لي اسباس فيكتوريال لي ابليكاسيون لينيير، وغادي يكون فيه ايضا يقدر يكون فيه لاناليز نيميريك. تو سامبلومون هذا هو الكونكور ديال الرياضيات. بالنسبه للكونكور ديال الانفورماتيك كيكون فيه الريزو، يعني كيعطوك معلومات حول الشبكات يعني الريزو، وكيكون فيه الباز دو دوني يعني معلومات ايضا او دي زيكزيرسيس حول الباز دو دوني يعني لا ميثود دو موريز انسي حتى الميثود اوميل. بالنسبه لا بروغراماسيون كيتمحور لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي سوا سي بلس بلس سوا جافا. بالنسبه ليليمون اخر ايليمون هو الايليمون ديال لا لونغ، تو سامبلومون كتكون عباره عن رايتين بلونغلي، تو سامبلومون كيعطيك واحد الموضوع بلونغلي وانت كتحاول تطور هذاك الموضوع، وهادو هما لي زيليمون نيسيسير ديال الكونكور. دونك راه الكونكور كيكون اسهل يعني سهل واي واحد يقدر يولج ليه. اما بالنسبه للسعه ديال هاد لا ليسونس تو سامبلومون كاين 60 يعني ليفيكتيف فيه 60 واحد 60 طالب اللي خاصو يدخل هاد ليسونس تو سامبلومون. الوغ بالنسبه اندوزو دابا بعد ما مرينا من الانتقاء الاولي ومرينا من لي كونكور وتقبلنا في لا ليسونس وشنو خصنا نقراو في هاد لا ليسونس. دونك كيف كتعرفوا نظام الاجازه حتى هو نظام كيتبع على النظام ديال ال ام دي. دونك غادي نقراو في هاد الاجازه هذه يعني جوج ديال لي سيمستر. السيمستر الاول هو اس 5 والسيمستر الثاني اس 6. دونك السيمستر الاول كيكون فيه يعني 6 ديال لي زيليمون وبيان 6 ديال لي مودول باردون. دونك عندنا لو مودول خاص باش بلا موديليزاسيون اي موديليزاسيون اورينتي اوبجي غادي نقراو فيه الاو ام ال، وعندنا موديل اخر اللي غادي نقراو فيه لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي اون جافا، وعندنا موديل ثالث اللي غادي نقراو فيه اش لو ديفلوبمون ويب، وعندنا موديل اخر اللي غنقراو فيه لونغ ايتيك اللي غادي تكون فيه الفرونسي اي لونغلي، وعندنا الموديل الخامس اللي غادي يكون كيتمحور حول لا باز دو دوني غادي نقراو لا باز دو دوني اون اوراكل يعني البي ال اس كيو ال، غادي نقراو البي ال اس كيو ال. دونك كيبقى يعني حاليا ذكرنا يعني 5 ديال لي زيليمون. الاليمون الاول اللي هو اللي قلنا غادي نقراو يعني لو موديل ديال جافا وبيان اورينتي اوبجي، عندنا لو موديل دو تيك
يعني تكنيك دو كوميونيكاسيون اللي كون فيها فرونسي انجلي. عندنا الموديل دو موديلاسيون هو الموديل الاول باردون، موديل دو موديلاسيون باردون سي الاو ام ال. عندنا الموديل اللي من بعده هو لا باز دو دوني بي ال اس كيو ال. وعندنا لو موديل اخر موديل اللي نسيناه هو دغوا، يعني غادي نقراو دغوا انفورماتيك. دونك هادشي كامل كيتمحور، هادو هما لي موديل كيتمحور عليهم هاد لا ليسونس هادي. عندنا اوسي الموديل السادس، الموديل السادس غادي يكون فيه يعني ريزو انفورماتيك، يعني ريزو ادمنستراسيون انفورماتيك. اوسي عندنا باز دو دوني افونسي. شنو كاين في هاد لا باز دو دوني افونسي؟ غادي نقراو لادمنستراسيون سو اوراكل، اوسي غادي نقراو البيزنس انتيليجنس و كيلكو بروبريتي او بيان كيلكو ديفينيسيون على البيك داتا تو سامبلومون. اوسي كاين لو موديل ديال جافا او او بيان جافا انتربرايز اديشن، غادي يكون فيه جافا او او بلس لي فريم ورك سبرينغ انسي دو سويت. دونك بالنسبه لي ستاج كيبقى هو الموديل كي انغلوب 3 موديل، موديل انغلوب 3 موديل هو لو ستاج. كتقدر دير ستاج او بيان بي اف او في ليكول ديالك. دونك تو سامبلومون هادو هما المعلومات الخاصه على لا فيليير ايزيل. وهاد لا فيليير راه تخرجوا منها يعني ناس اكفاء، وهي واحد لا فورماسيون لي ان تري بيل فورماسيون او بيان فورماسيون لي كتقدر انك تخليك تمشي لسوق الشغل وانت مرتاح، لانك غادي تقرا رياكت جي اس، غتقرا نود جي اس، غتقرا جافا سكريبت، ايكما سكريبت، غتقرا اوراكل، غتقرا جافا افونسي، يعني ماشي جافا اللي قريتيها انت في الدي تي ولا قريتيها في بي تي اس، غتقرا جافا افونسي، غتشوف النيتوركين، غتشوف aussi Java avec les systèmes d'exploitation. Ratkra aussi يعني l'UML modélisation orientée objet. Ou cette modélisation, غادي نطرقوا فيها علاش le concept ديال le patron de conception اللي عنده علاقه بالجافا او او. Ou après غادي نقراو Java او او ou le business intelligence ainsi حتى من réseau informatique l'administration غادي تشوف لي بروتوكول انسي دو سويت. دونك هادي فورماسيون اللي شامله واللي تخليك تمشي لسوق الشغل وانت مرتاح، لانها كتعتمد على التقنيات الحديثه. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو، نتلاقاو ان شاء الله باذن الله باش نتعرفوا على فيليير اخرى وشعب اخرى. ونتمنى ان هاد الشريط هذا وهاد لا فيديو تكون استفدتوا منها. واللي بغى يتعرف اكثر غادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون لليان ديال هاد لا فورماسيون. ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله. ولكن ما تنساوش انكم ضغطوا على زر الاعجاب لهذا الفيديو ودعموا القناه. ونتمنى ان هذه القناه هذه تكون كتعطيكم مجموعه من المعلومات مفيده. ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه قادمه. السلام عليكم.